دلوقتي تعالوا نتابع أسعار صرف العملات الرسمية مع حضراتكم دلوقتي حالا على الشاشة. سعر الدولار الأمريكي وصل سعره إلى 18 جنيه و36 قرش للبيع، أما عن سعر الشراء وصل سعره إلى 18 جنيه و26 قرش للشراء، أما بالنسبة لسعر اليورو فوصل سعره إلى 20 جنيه و16 قرش للبيع و20 جنيه و4 قروش للشراء. بالنسبة لسعر الجنيه الاسترليني وصل سعره إلى 24 جنيه و23 قرش للبيع وسعر الشراء 24 جنيه و9 قروش. أما عن سعر فرنك السويسري وصل سعره ل 19 جنيه و72 قرش للبيع و 19 جنيه و61 قرش للشراء. بالنسبة لسعر الريال السعودي وصل سعره ل 4 جنيهات و89 قرش للبيع و 4 جنيهات و86 قرش للشراء. بالنسبة لسعر الدينار الكويتي وصل سعره إلى 60 جنيه و45 قرش للبيع و 59 جنيه و96 قرش للشراء. بالنسبة لسعر الدرهم الإماراتي وصل سعره إلى 4 جنيهات و99 قرش للبيع و 4 جنيهات و97 قرش للشراء. يوان صيني سعره 2 جنيه و88 قرش للبيع و 2 جنيه و86 قرش للشراء. درهم إماراتي. بالنسبة بقى لأسعار المعادن وصل سعر عيار 18 ل 848 جنيه، أما بالنسبة لسعر عيار الذهب 21 وصل سعره ل 990 جنيه وهو الأكثر مبيعا. بالنسبة لعيار 24 وصل ل 1131 جنيه، أما عن سعر الجنيه الذهب وصل سعره ل 7920 جنيه. طبعا خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيشهد ارتفاع في درجات الحرارة وهيكون الطقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على شمال وجنوب الصعيد، شديد البرودة بالليل على كافة الأنحاء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة هتكون 21 وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 25 وأقل درجة حرارة في كاترين 13 درجة. وطبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.